الثالث من عناوين السعادة إذا أذنب استغفر. ليس الإشكال في أن الإنسان يذنب، لكن الإشكال في أن الإنسان يذنب ولا يستغفر، لأن الشيطان يلبس عليك ويقنطك من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، محرم، ما يمكن تقنط من رحمة الله، فيأتي يلبس عليك الشيطان. وقل ما شاء الله تتظاهر بالتقوى والصلاح والاستقامة والهداية عندما تكون في المسجد وتذكر ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا، فيقول هذا للشيطان من الوساوس، ماذا نصنع؟ قال لا تأتي للمسجد واجعلها كلها معاصي. في الأول كان يذنب ويستغفر، إن الحسنات يذهبن السيئات لا تقنطوا من رحمة الله، فعندما قنط الشيطان من رحمة الله وأصبح يذنب ولا يستغفر، وهذا هو الإشكال. إذن السعادة تكون حال النعمة شاكر قلب لسان وجوارح، وحال المصيبة صابر، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند المعصية مستغفر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأسأل سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدورات المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.